الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والصلاة على النبي في التعليق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لجلب الرزق إن شاء الله، أسهل طريقة إن شاء الله في الصباح لجلب الرزق وتيسير الأمور وجلب المال، وإذا كنت مقبلا على العمل كذلك بإذن الله تقوم بهذا الورد إن شاء الله في الصباح، وهو أن تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات والصلاة على النبي 3 مرات، وتقرأ هذه الآية التي سترى في الشاشة 3 مرات، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات فقط. أسهل طريقة بإذن الله لمن ليس عنده وقت تقوم بها في الصباح لجلب الرزق والمال إن شاء الله. تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، تقرأ الآية التي سترى في الشاشة 3 مرات، وتختم بالصلاة على النبي 3 مرات في الصباح إن شاء الله. لما تستيقظ مباشرة في أي وقت استيقظت تقوم بهذا الورد لجلب الرزق والمال إن شاء الله، من أسهل الأوراد إن شاء الله لجلب الرزق. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.